تيست حاسه السمع عندك ونشوف الصوت ده جاي منين وبتاع مين. ماشي. الو يا شيكو يا نجم، ايوه ما جابش ما جابش، بس مش الصوت مش واضح لسه، ما جابش. الو علي صوتك شويه. طيب اديله واحده فيها لونجر شويه، فيها طول شويه كده يمكن يجيب. وحشنا يا شيكو. مسمار نص الملعب. اينو 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 على طول. ازيك يا اينو؟ ازيك يا شيكو؟ عامل ايه يا حبيبي؟ عامل ايه يا حبيبي؟ كابتن اينو مساء الفل. إيه؟ حبيبي يا حماده، اخبارك ايه؟ منور الدنيا. سعيد ان انا موجود معاك طبعا، وبتمنى لك كل التوفيق. الله يخليك. سعيد انا طبعا يعني شيكو معاك، وبتمنى له كل التوفيق من الناس المحترمه والمدربين الكبار. انا هو كان لعيب كبير. طبعا. انا بالمناسبه قبل ما اسيب كابتن شيكو معاك، عارف انك هتنورنا الاسبوع اللي جاي يا حبيبي. ده شرف ليا ان انا اكون موجود معاك حبيبي كابتن اين، ربنا يخليك. موجود في بيتي طبعا. طبعا طبعا. النادي الاهلي طبعا، واللي ياما دايما احتفلت في القناه بكل البطولات، ودايما الحمد لله الحمد لله بالخير ان شاء الله. ودايما ده بيتنا الكبير يعني، اللي جاي احلى باذن الله. ان شاء الله باذن يا الله يا رب يا حبيبي. ان شاء الله كابتن شيكو معاك. ازيك يا مع بعض في الملعب يعني لعبنا مع بعض وضد بعض. لعبتوا مع بعض وضد بعض، انهي اسهل تلعبوا مع بعض ولا ضد بعض؟ لا لا، الاسهل اللي احنا نبقى مع بعض. مع بعض اسهل. ازيك يا اينو؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ واحد الحمد لله ربنا يخليك. اينو من اللعيبه اللي اثرت في مصر عامه، سواء في النادي هنا او بس يعني. شخطه ميسي، انت بتهزر ولا ايه؟ الموضوع ده اتشهر هو بيه قوي. لا بس ليه طبعا اجوال طبعا يعني، ما تتنسيش طبعا. هو من ما شاء الله، بس هو يمكن طلع مره فعلا قال، انا سمعت له تصريح ان ما بقاش في حد بيشوط فعلا دلوقتي. يعني فعلا الموضوع ده قلل شويه. هو كان بيتميز بالتصويبات القويه يعني اينو. هو لعيب طبعا هايل، بس انا بتكلم على كانت برضه من ضمن الحاجات المميزه عنده موضوع التصويب ده، غير بقى ان هو شخصيه يعني الناس كلها بتحبها بصراحه يعني. حبيبي يا شيكو، ده انت شرف لاي حد يا حبيبي والله. يخليك كل التوفيق. وعايز اقول لك يا احمد، شيكو يعني كان ناحيه تدريبيه بقى يعني مهضوم حقه زي ما بيقولوا. وبتمنى ان انا اشوفه طبعا قريب كده يعني في فرقة كبيرة، وده حقه على فكرة. وشيكو تاريخ كبير، وكابتن طبعا من أبناء نادي المقاولين العرب، ولما جه النادي الأهلي طبعا خد بطولات وكان إضافة للنادي الأهلي. فشيكو من الناس المحترمة بره الملعب كمان، فبتمنى له كل التوفيق، وقريب إن شاء الله أشوفه في فرقة كبيرة في الدوري المحترف. حاجة صغيرة كده بره الملعب يا كابتن إينو، أنا عارف أنت بالذات يعني دونا عن الناس كلها بيبقى دايما ليك التريكات اللي هي بره الملعب دي، يعني حاجة صغيرة كده عن كابتن شيكو. لا شيكو على فكره، من المعسكر هنا، من اوضه لبس هنا. ركز يا بلاش المعسكرات عشان الحاجات دي. ركز. لا بس شيكو عايز اقول لك اللي هو دمه خفيف جدا، وبره الملعب يعني من الناس اللي انت تحب تقعد معاها. عارف انت لما كنا بنتجمع في الاوضه في المعسكرات، عشان انت عارف جو الملل بتاعت المعسكرات، فكان في شله كده دايما تقعد معاها. فشيكو من الناس اللي هي ما ينفعش تبقى في قعده وشيكو مش فيها، فاهم؟ لازم هو يديك ايه، لازم يديك واحده كده. فمن الناس اللي هي ايه بتاثر المسافات زي ما بيقولوا، بيضيع الوقت يعني. فشيكو من الناس اللي دمها خفيف جدا بره الملعب يعني. كان مستر جوزي علاقته ايه بشيكو؟ لا هو كان كلنا الراجل بيعاملنا يعني بشكل كويس وبشكل محترم، بس يا ويله بقى لو حد قلب عليه يعني. ايه دي المشكله؟ ولسه لسه لسه شيكو كان بيحكي لنا واحده فانتاستيك دلوقتي. ماتش المحله باين ولا لا؟ كنا في السودان. كنت في السودان. انت ماتش المحله ده جبت فيه جون بتهيألي، صح؟ كنا كان ماتش من ماتشات الصعبة. الماتش ده كان يعني يعتبر الماتش ده كان الماتش ال 13 مكسب للاهلي ورا بعض، فالماتش ده يمكن علق شويه مع الناس ان هو كان من المكسب ال 13 ورا بعض. الاهلي فضل يكسب 13 مباراه ورا بعض. فهو الماتش ده كان كده يعني. هنعمل ايه في السودان يا كابتن اينو؟ لا ان شاء الله زي ما اللعيبه عودوا الجمهور دايما ان هم يفرحونا، ان شاء الله هنكسب بامر الله، وهنروح تاني كاس العالم الانديه، ودي البطوله المحطمه. هو الهدف دلوقتي من انك انت تكسب بطوله دوري الابطال، مش انك انت تحقق اللقب، لكن انك انت تروح كاس العالم. يعني حسيت الناس النهارده ما بقتش مهتمه قوي بدوري، احنا عايزين دوري الابطال عشان نلعب في كاس العالم، مش عشان دوري الابطال نفسه. لا ان شاء الله بطمنهم اللي لعيبه النادي الاهلي رجاله، وفي المواقف الصعبه كمان بيبانوا ان شاء الله باذن الله. وعارف الكلام اللي انا بقوله ده، فان شاء الله بامر الله نفرح زي ما فرحنا الموسم اللي فات بالبطوله، نفرح السنه دي ان شاء الله، وتتكرر تاني بقى ونروح كاس العالم تاني ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. والهدف والله دلوقتي كمان يعني، خليني اقول لك بصراحه، انه الناس كانت بتحب بس الاهلي يشارك في كاس العالم، ويا سلام لو رجع بحاجه. لكن النهارده كمان الناس بقى عندها هدف اكبر الحقيقه،
الطموح بيزيد ان شاء الله ان شاء الله. الطموح دايما بيزيد، انت من الاداء اللي الجمهور بيشوفه، ومركز متقدم ثالث عالم ومش اول مره ثالث عالم، خلاص انت بتدي احاء ويعني حاجه كويسه عند الجمهور وطموح اللي لا احنا نقدر نروح ابعد من كده ان شاء الله، هنبقى نروح لنقطه اكبر من كده، فان شاء الله نفرح الموسم اللي جاي ان شاء الله. كلمه توجهها الكابتن شيكو بقى وهو معانا النهارده في سادسه. بقول له انت وحشني جدا، بقالي كتير ما شفتوش عشان هو كان مسافر الفتره اللي فاتت، وبقول له انت وحشني جدا وقريب ان شاء الله نتقابل. وانا بشكرك يا احمد طبعا ان انت يعني خليتني اكلم شيكو، كان بقالي كتير ما كلمتوش، وبتمنى لك كل التوفيق طبعا هنا. لا يسعدنا دايما كابتن ايهاب، يعني يسعدنا دايما. سعيد اللي انا كنت موجود معاك، وبتمنى لكم حلقه جميله. الله يخليك، ميرسي يا كابتن ايهاب، ميرسي جدا. ماشي يا حبيبي. ميرسي يا حبيبي، كتر خيرك. طيب نروح للثلاثه الافضل، الجمهور اتفق معاك.